وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام الله عليكم جميعا أينما كنتم. مرحب حبابكم. حبابك أخونا أبو قصي أبو الطيب، حبابك أخونا هشابة، حبابك يا قالي هشابة، هشابة من المتابعين القدام يعني بالسنين، حبابك والله شرفنا. أخونا أبو يزيد حبابك، أخونا إمام حبابك، أخونا ياسر مرقص حبابك يا معلم، أختنا أم باسل حبابك، أبا بكر مقبول حبابك يا قالي، طيب أخونا عادل الطيب حبابك، أخونا آدم موسى حبابك، أخونا مهند أمين حبابك والله، أخونا البرير حبابك. الناس شير أخواننا عشان الناس تيجي سرعة سرعة ونختصر الزمن. بعيد يعني الزمن فات. طيب أخونا فيصل أحمد الفاضل حبابك، أخونا كمال حبابك، الطيب حمد حبابك، مهتدى الطاهر حبابك والله، أخونا عادل حبابك، الريح محمد سليمان يا هلا بيك، أخونا عوض عبد الحليم الجعلي حبابك، طارق محمد نور الصافي حبابك والله، فواز حلمي حبابك، أخونا محمد عبد الله صر الختم حبابك، أخونا عماد الدلقولي حبابك حبابك والله، تحية لك وليه الجولد عموما، كريم العطل عطى حبابك، اخونا الصادق السناري حبابك، والتحيه لابطال سنار. الليله البشي صيج، الليله البشي صيج يا اخواننا، تحيه. ناسف اخواننا الزراير الفاتحه، طبعا الكلام ده لا يجوز، وبعدين معانا اخواتنا ومعانا ناس هنا يعني، فلا بد من الواحد يكون مهذب ويطلع بمنظر مهذب. طيب إبراهيم عمر حبابك، وعثمان الفكي، أخوتنا هدى آدم حبابك والله، وعليكم السلام أخونا عزو حبابك، موسى همت حبابك، تحية ليك ولأهل السودان عموما يا غالي، عثمان عبد الحاج حبابك، الطيب يوسف حبابك، عبد الله ود بحر حبابك، هاشم حسين حبابك، بكر صالح الأسد حبابك، وإسماعيل رضا حبابك. طيب عيد محمد احمد عيد حبابك، اخونا محمد حيدر حبابك، اخو عباد ابو عماد حبابك يا راكز، هو والله العظيم اي زول دعم الجيش في الظروف دي راكز يعني، اي زول دعم الجيش في الظروف دي راكز، وله مني والله الف تحية، الله نحترمه وجزمته في راسي، ده بالنسبة لاي زول دعم الجيش في ظل الظروف دي يعني، أنا دي بتميز الخبيث من الطيب يعني، ده تمحيص للناس اللي عندها وطنية، وده تمحيص للناس البقاطيع الملاقط، تيجي تدعم لك جنجبيت يا أخ، جنجبيت ده طالع من بيت ما كويس يعني، أما داعم للجيش ده فده طبيعي جدا إنك تدعم بلدك وتقف خلف مؤسستك، المؤسسة العريقة، المؤسسة دي أجبرت العالم إنه يحترمها. باحترافيات قادة الحرب دي بفنون قتالية حيرت حتى الجنرالات اللي وزنهم يعني. طيب سفار الكناني حبابك، فمؤسسة عريقة يعني، والله العظيم الفتنة اللي حصلت في السودان دي عليها القسم أي جيش، هسه الجيش أي جيش مهما كان مقدراته ومهما كان قدراته وجاهزيته، لو في قوة بالحجم ده كويس قامت في العاصمة، كان سقطت العاصمة واستلمت كل المقار، وكان يعني النظام الحاكم فيها بقى في خبر كان، لكن الحمد لله انه عندنا جيش ثابت وجيش صامت،
في ناس زمان قال لي شايفينك يعني بردت من ردم البرهان. يا اخوان انا البرهان ده داير منه شنو يعني؟ البرهان ده ما عندي معه مشكلة يعني. سمورة ده ما زمني، ده ما زمني. انت مصية سمورة نايمة من جبل. دخلنا اللايف. ما زمنك يا بنت نص ساعة بس يا سمورة ان شاء الله ارجع عليك. مكالمة يا اخوانا لو رفضت المكالمة بدخل في بيتي. قلنا لها الحل ارد لا اطلب المكالمة ادخل في بيتي. سمورة كم ساعة باللايف عليك الله وقفي. وقفي ايوه كده تمام. نرفض المكالمة يا اخوانا نخش في فتيل. امننا مهدد دي الحكومة. الامن مهدد. نرفض المكالمة تاني اقعد احنس شهرين ثلاثة شهور. عشان كده تمام تسلم تسلم الله يا اخونا سفال الكناري. شايف في ناس تحت بتعلق يا اخواننا دي ما قاعد تحصل معاي زول يعني. دي الحكومة الأصلية ذاتها. كان رفضنا المكالمة بننجرم. عشان كده قلنا أحسن المكالمة تستمر يعني. تولاكم عارفين التفاصيل دي. خدنا يسرى قلت لي كرة عليه تبيل في الدعامة انت يفلوك. نعمل شنو يا يسرى؟ مسكين ما بيدي حيلة يعني. طيب يا اخواننا نخش في التفاصيل سريعا سريعا عشان الزمن فات ونستعرض الموقف العملياتي. عموما في كل العاصمة او في كل المحاور في بل بيختلف يا اخواننا. الجيش شغله كرم اقسم بالله العظيم. الجيش شغله اختلف. واكبر دافع للكلام ده التعليمات بتاعت البرهان. انا اتضح لي جليا مما لا يدع مجالا للشك ان يا اخوانا البرهان ده قنع من أمة جنجويد دل. أقسم بالله قنع منه. تعليماته الأخيرة لقيادات المحاور وقيادة الجبهات قال لهم طحن بس. أقسم بالله العظيم قال لهم دقون في أي محل. بيقول لهم كده شفت أسحرهم أنا نازل قال لهم ما دايرهم. دي تعليمات البرهان. دي تعليمات البرهان إنه لا جنجة في السودان. مصادر ده بنثق فيهم وقعدوا مع البرهان في ترابيزة رملة واحدة قال لهم يا اخوانا تعليماتكم كسف لنا الشغل الايام الجاية دي. الكلام كتير. قال لهم كسف لنا الشغل في الايام الجاية دي الكلام كتير. بمعنى ان شنو؟ بلوا الجنجويد. بلوا الجنجويد. طالع يا اخوانا انه البرهان ماشي معانا في خط سير بل الجنجويد. يعني احنا والله العظيم ما عندنا اي حاجه غير نقول لها سيادتك ويا سعادتك. غير نقول لها سيادتك ويا سعادتك يعني ما عندنا اي حاجه. اقل تقصير خشمنا خفيف عم نطلع هنا ونقول الكلام اللي دايرين نقوله. اقل تقصير. لكن طالما انه البرهان ماشي بنفس الفهم ده كويس وقال طحن ما قال بل قال النازل اطحنهم عديد دقون دق العيش. وفي فيديو سرب نازل دبلو لم ده بيوضح لك حاجة واحدة انه الذخائر موجودة. يعني انت بتاع المسيرة او تيم المسيرات ما عليك دق نازل ثلاثة اربعة دانة ورا بعض ما عليك شتت شغل ده ما راقد. دق بس بل لحد ما البلدة يترفع. السيطرة دي قنعت من ام الجنجويد. قنعت منهم وما عندهم يا اخوانا نازل تاني اي مقدرة. دي فرفرة بتاعت مذبوح. دي فرفرة بتاعت مذبوح يقول لك قال احنا في بيان لين ويقول لك احنا اذا في طريق السلام بنسير واذا في طريق الحرب بنسير. لا لا بس نسير في طريق الحرب ده. ما انتوا سميتوا نفسكم الجقامة صح؟ مش سميتوا نفسكم الجقامة؟ احنا برضو نجقامكم كده لمن؟ هل فيكم تكمل؟ هل فيكم كملة؟ والله اللي عندكم امداد دخل ولا عندكم امداد بدخل ولا عندكم مقدرة تنتصروا على الجيش ده ولا بتقدروا تعملوا اي حاجة.
الجيش في بداية الأحداث ظهر بمظهر الضعيف وخلاكم تصوروا وتأنيوا وتعملوا حركات. هسه كلام زي ده ما في يعني، كلام زي ده ما في. وأكبر دليل على ذلك معركة الإذاعة. معركة الإذاعة ده وكركم الأصل ذاته، تسليحكم، قياداتكم، سيدتوا خليتوا ما عندكم حاجة. هسه أي زول في مدرمان دار يرجع، ومدرمان بالذات الأحياء مدرمان القديمة دي، يا زول أرجع ساكت، أرجع ساكت، أقسم بالله الكريم ده الجبال بفتش في البيوت دي بالبيت بالزقاقات بفتشوا فيها. عايز ترجع أرجع ساكت ناس مدرمان تحديدا. عايز ترجع يا حبيبنا ارجع ما تسمع كلام اي زول، كلام ده للشباب تحديدا. ارجع شوف بيتكم الحاصل فيه شنو، ارجع اقعد. لا يمكن جدادة الخلا تطرد جدادة الحلة. اتسد بلد يا زول، اتسد بلد، ارجع اقعد. ومدرمان دي فيها نفرض وفيها ضربة. انا قبل ما نزلت لك البوست ده قلت لك يا اخي ناس مدرمان القديمة رجاء ارجعوا، افضل انكم ترجعوا، ارجعوا. ما يهرشوك القحاحيط كويس المندسين ده اللي يقول لك تدوين ما تدوين، ما في اي حاجة، ما في. ارجع بس، وما في زول بموت ناقص عمر. انت حتظل نازح كده العمر كله؟ انت بتاع مدرمان ده في نعمة، اي زول عنده منزل في مدرمان انت في نعمة، اخر من بتاع الخرطوم، اخر من بتاع شرق النيل. الافضل انك ترجع. شاب ده ذكر ده ارجع، حتى ان خايف على العرض خلي النسوان بعيد هناك، ارجع. ان شاء الله تنوم في الارض، ان شاء الله تنوم في الارض. قلت يا اختنا اميره اقعد شويه ما ترجعي. انا افتكرت انه راجل، الراجل ده ما محل بيرقد يرقد يعني، ما هو في النهايه راجل. ارجع، ده الكلام اللي احنا بنقوله لك. ومدرمان يا اخوانا فيها شغل مقنع، شغل جد، ما فيها شغل بتاع تهاون. وبعدين السيطرة دي عزمت انه درمان دي تتنظف ويتم اعلان منطقة خالية من الجنجويد. موضوع انتهى، فرم زي الفرم يا صاحبي. واي جنجويد قاعد في درمان في خطر. انا اقول لك ما تبقى من الجنجويد في درمان في خطر. الان الجيش نشر ارتكازات جديدة، وضع قناصة في اماكن جديدة، واصل في تقدمه، شغال في عمليات التمشيط، هروب جماعي بالجملة لما تبقى من الجنجة. حتى الجنجة الغرب من درمان الآن بدوا يدخلوا في فتيل، يعني جزء منهم بدوا يخش وين؟ في مبدات جوا جنجات بتاع مبدات. ارتكازات انه قدم سحبوها، اقسم بالله العظيم يزحف عليكم ناس. ود العمدة دين دين ناس واقفين على التعليمات يا جنجويدي، يزحف عليك والله الا تطير. واي متعاون قاعد في مبدات دي الله اكبر عليك، اي متعاون قاعد في مبدات دي الله اكبر عليك، اقسم بالله العظيم تتبلى لما تقول ما داير. طيب نستعرض الموقف العملي هذا. طيب قلنا في مدرمان الجيش يواصل تقدمه في مدرمان وينفتح قربا كويس. عندك انسحاب بعض ارتكازات الميليشيا المتقدمة في منطقة مبدات دي. قلنا الجيش يواصل مطاردته لعناصر الميليشيا. عدد الجيش أكثر من 60 عنصر من عناصر الميليشيا الهاربة تم استلامه. ده كله شغل بتاع مطاردات وشغل بتاع اجتهادات وشغل بتاع استيك، وبفضل بعض المتعاونين مع القوات المسلحة. يعني لاحظ حتى جنجويد ذاته هروب ما حلام، انت بفتيل لو انا ما اتقبضت بكره بتتقبض يعني. ده غير النزوح الشقارين فيه والجماعه المتعاونين اللي كان عاملين فيها مالين يدهم بالجنجا وقالين انه البلد دي كبك ما وصلها، هذاك كل كبك وصلها. طيب قلنا القبض على عدد 60 من المرتزقه في احياء متفرغه من ام درمان حاولوا الهرب، وفي جماعه قبضوهم دارين يقعوا البحر. تم استلامه. شوف الشغل ده كيف، شغل مغنن يا حبيبنا. ومدرمان دي جيش حكومة كده شفت لها من بيقال كويس. عودة بعض أفراد الشرطة، كثير من أفراد الشرطة رجعوا، بنعرفهم رجعوا
كتير منهم رجع السما البلوك ده يا اخونا، هاك الحضر ده كويس، كتير من افراد الشرطه الان رجعوا وقاعدين. طيب عوده عدد من المواطنين لاحيائهم لزمان القديمه، ده الكلام اللي قلناه، عوده عدد من المواطنين لاحيائهم لزمان القديمه. في ناس رجعوا الجماير، في ناس رجعوا الدباقه، في ناس رجعوا الملازمين قاعدين فيها. طيب الجيش يحرر عدد من الأسرى اللي كانوا محتجزين او الرهائن اللي كانوا محتجزين لدى الميليشيا التي فرت وتركتهم. شوف سبحان الله، الميليشيات اجبر من الله ما خلق، ماسكين لهم نسوان وماسكين لهم شياب وماسكين لهم مواطنين كان حامين بين بعض القيادات، الان فروا خلوهم، يعني هروب جماعي القيادات. شفت الشغل ده كيف؟ شفت البلد كيف يا حبيبنا؟ تمشيط واسع شمل احياء درمان القديمه كويس، الدباقه، الجماير، وحتى الملازمين، ده كله جيش، ده كله جيش منتشر. انت تاني ما برجعك شنو؟ كده اقول له يا مواطن ما برجعك شنو؟ طيب عوده الشبكه لبعض الاحياء، في شرائح قديمه يا اخواننا بدات تشتغل في ام درمان، وحقيقة انا تواصلت مع ناس من ام درمان، يعني على الامور ماشيه تمام كويس. الجيش يتقدم ويطارد بعض افراد الميليشيا في حي الدوحه. طبعا يا اخواننا الدوحه وجزء جاي في جنوب الخرطوم دي ما زالت اخواننا فيها متعاونين وبعض القناصين، لكن رصدهم او تم رصدهم، ان شاء الله هيتم التعامل معهم باذن الله، هيتم التعامل معهم ما في مفر. حتى الجنجويد بتاع صالحه بيقولوا راسكم، متعاونين صالحه بيقولوا راسكم، اقسم بالله العظيم ما في رفع، والله ده بيرفع منكم ما في، والله تتبلوا كده لمن تقولوا ما دايرين، تتبلوا كده لمن تقولوا ما دايرين. طيب نمشي لتوتي يا اخوانا، ده لتوتي طبعا نسيت العمليات، يستلموا كويس موقع الدنجويت التابع للبحريه، وانتوا عندكم موقع ثاني بعد كده، الميليشيا تحلل وقائدكم كبرها وقائد ثاني كبرها وقيادات وحداتكم الاساسيه كبروها، وانتوا عندكم موقع الان تم انتزاعه. نحن عم نقول استرداد، ده انتزاع، لانك انت كنت قاعد في الموقع ده وما جيت من برا، تم انتزاعه الحمد لله. وبتحيا لهيئه العمليات، التحيه لهيئه العمليات، شغل يا اخواننا عينك فوق وتركب فوق، شغل عديل اقسم بالله العظيم، بل زي البل. هيئه العمليات على ابو طيره على قشمرقات المسلحه دي يا اخواننا نازل وقلت لك بس كان مكتفاهم التعليمات، لكن الان فكوا اللجام. طيب نجي لبحري، بحري تدمير عدد 5 عربات قتالية ومقتل العشرات، ده متحرك الشهيد ياسر فضل المولى، ديل اخصائيين الكماين، نازل اقسم بالله العظيم بارعين في شغل الكماين، يوميا شفت جاوبين من الجنج، امس جاوبين من 10 عربية، دي ما تكلمنا عنها، يعني شغل يفتح النفس، شفت شغل عالي شغل عالي شغل عالي كده، لمن بيقال بل زي البل. التحالين 5 عربات برضو ما كعب، ومقتل العشرات ما كعب، تدوين مدفع من قبل الميليشيا وسلاح الإشارة يرد بقوة. التحية لسلاح الإشارة أخواننا، التحية لبحر كويس، التحية بغادي برضو له النعمان، سعدت الله نعمان، التحية للقائد بحر، شايفين شغلهم كويس. طيب عمليات مداهمات متواصلة من قبل أبطال العمل الخاص، إلقاء القبض على 8 جنجويتي ومقتل 2 في عملية خاصة قاموا بها أبطال العمل الخاص. الله أكبر الله أكبر يا إخواننا، ده الشغل أبطال الكذب، شغل ليل وشغل نهار، والله العظيم صحيح إنه رمضان ده شهر الفتوحات، عشان كده الجنجويت أولاد الوسخة شابكين لك الناس، لا 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 لا، ونحن والله العظيم دارين هدنه، هدنه يا زول، هدنه شنو يا هو كده، بل ناشف بس، بل ناشف، وجزء القشم ذات يفطر، اي قشام دار يفطر يفطر، انت في جهاد يا زول، بلهم بس، بل الجنجر، لعنة الله عليهم. طيب جنوب الخرطوم تدمير 4 عربات قتالية بضربة استباقية، لا جنوب الخرطوم ناشف ما فيها حاجة، 4 عربات فقط ومقتل العشرات، لكن زيادة الخير خيرين. طيب عندك
كذلك أيوة استهداف مقر قائد بمنطقة الخرطوم جنوب بواسطة مسيرة، استهداف المدينة الرياضية، وصول 15 عربة تابعة للجنجويت للمدينة الرياضية مدججة بالسلاح. معلومة طبعا كبيرة رفعناها، 15 عربية جات المدينة الرياضية. جات من وين؟ الله أعلم. شكلهم كده الناس ديل هاربين أو ديل جايين من الجبل ولا جايين من وين، لكن ده 15 عربية وكتا وين؟ الله أعلم. قديش عارف عشان الناس ما يقعدوا يقولوا يشبكونا، ما عارف والله العظيم. شايفين امداد من ده 15 عربية يا زول، 15 عربية يا هو تفصيلة، 15 عربية، 6 دوشكا كويس و2 بوكس بتاع شرطة اللي هي بقت 8، وعندك 2 23 اللي هي بقت 10 كويس، وعندك دفار، وعندك عربة إسعاف، وعندك عربيتين دي ما فيهم لا دوشكا ولا فيهم أي حاجة، 3 عربات دي وصلت. ما تيجي تقول لنا يا أخي والله إمداد وإمداد إمداد، ما في إمداد وصل لجنجبيل، الوصل المدينة الرياضية ده دي عربات 15 عربية، 15 عربية مرصودة. عاصمة دي كلها كده شفتها تحت المجهر يا زول، عشان ما تيجي تشبكنا والله جام إمداد 15 عربية تعمل شنو؟ انزل ب100، انزل بكم هم انزل كانوا 100 كم، 80 الف عملوا حاجه، بقت على 15 عربيه. تقول لنا قال امداد ومين امداد، وهنا واحد يرسل له ابراهيم الحق امداد مين امداد، امداد بتاع شو؟ ما في حاجه اسمها امداد يا زلمه. شوف شغلتهم وين. طيب جنوب الحزام كذلك قصف مدفعي واستهداف مدفع وتحييد طاقمه. الله اكبر، ده الشغل زاد. نجل الفاشل، فاشل السلطان، فاشل السلطان. طبعا يا اخواننا الجيش او الجويه هذول بالفعل اشتغلوا شغل كويس جدا جدا، شغل نار وشرار، وده الشغل اللي احنا دايرينه. اي تحرك للفزع بتاع الدنجة ما تقول ليه مسلح ولا ما مسلح، ما في حاجه اسمها مسلح. الليلة الحاجة الكويسة انه الجيش استهدف 2 جرار في الفاشر، شمالي شرق الفاشر دي المستنفرين، مستنفرين بتاع الجنجة، ده شغل كويس جدا جدا، ما مرق منهم نفاخ النار، ما مرق منهم نفاخ النار، بل زي البل ده في الفاشر. طيب عندك دك متحرك شمال شرق الفاجر وتدمير عدد 14 عربة، 14 عربة قتالية، كذلك استهداف مجموعة مكي طاعون المصاب في منطقة كفوت. ده الشغل المطلوب. طاعون ده استهدفه الجيش بقصف مدفعي هارب ماشي تم استهدافه، هو الرتل المعاوي، كانوا 5 عربات تم جمعه وتم بلة. اليوم خلال اليوم ده الجيش استهدف تجمعات الجنجة في الفاشر ب15 غارة، وكله شغل جغماني، شغل مبارك، 15 غارة انتنوف براميل، شغل متقدم بلام. اصلا لا يمكن انت تكون هناك قاعد مرتاح ونحن هنا نعاني في كل مناطق السودان، جزيرة تعاني وخرطوم تعاني، تتبلى بس، شفت تتبلى هنا وهناك، دي تاني قاعدة ثابتة، هنا وهناك، هنا وهناك، هناك نشردك وما بنستهدف مواطن. الليلة لو في زول في الفاشر قال لك الجيش استهدف مواطن كويس، لو في زول في الجيش قال لك الجيش استهدف مواطن في الفاشر، أكد إنه ضاق حاضي، الدرب رايح له. ما في اي مواطن، ده المستنفرين يا زول. وبعدين الجنجويد بقوا عشان ورطوا الجيش، كل ما يسمعوا لهم زنان ولا يسمعوا صوت الانتروف يدقوا مدافع يعوقوا المدنيين، ودي حاجه بقت مرصوده بقينا نتعامل معاها، وكل ما يجيبوا لنا فيديو نضحك في الفيديو. ما في شماته في الموت، لكن بنضحك في الفيديو، بنضحك في الطلس بتاعهم ده. شغل كله يا اخوانا ده شغل بتاع حساده، ودك بتاع حساده. برهان قال انا الجنجويد ده لقيته منه مطحنهم بس. موضوع اسمه طحن بس تاني بعد كده. فالضربة في الفاشر كانت موجعة وكانت مؤلمة
عشان كده قاعد بيسووا ان احنا وما عارف طيران الفلول. عاجبنا يا اخ عاجبنا، يدقكم بس يدقكم، طالما انك انت جنجويت لفيت كتمول في راسك ده تتبلى بس كويس، ما تيجي تشبكنا ما عارف والله طيران فلول ما طيران، ما في حاجه اسمها طيران فلول. انت اخر ما نتكلم عن المواطن، انت بليت المواطن ده ودخلت في جيبه ودخلت في عرضه ودخلت في شردته، تيجي تشبكنا ما عارف المواطن؟ انت يعني حريص على حياه المواطن؟ انت الناس اللي عملتوا معاهم في الخرطوم وعملتوا معاهم في مدني وعملتوا معاهم في قرى في القطينه وعملتوا معاه في النيل الابيض وعملتوا معاهم في كردفان، ده داير يخلوا لك بس ساهل كده تتبلى بس يا زلفي، تتبلى بس اي طريق يؤدي الى ازاله الجنجويت وضرب الجنجويت نحن معاهم. عم قرون تحزن بس تاني بعد كده، اقسم بالله العظيم تحزن، حكامات دي شبعا شبعا بك ونواح، وان شاء الله ربنا يزيد نواحكم زي ما حرقتوا قلوب الناس، ربنا ينتقم منكم وربنا يحصيكم ان شاء الله اكثر من كده. تتبلوا بس يا زول، ما عندنا لك اي حاجه، الجنجويت برزفت معاك. ده فيما يتعلق بالموقف العملياتي العام، ولا جديد يذكر ولا قديم يعاد. قلنا دعم للجنجويت، ما دخل دعم للجنجويت كويس. قلنا الشيء اللي حصل في المدينه الرياضيه دي 15 عربيه وشخصنا لك ورينا لك، ما في زول يجيب لك اضافه ولا يجيب لك كلام، يعني احنا معلوماتنا من الواقع يا اخواننا، من واقع المعركه ومن داخل المعركه ومصادرنا ناسقين تماما. الجزيرة جنجويت في الجزيرة دل، والله يا اخواننا الناس دخلوا نفسهم في فتيل كبير جدا جدا بالنسبة لموضوع الجزيرة. اي نعم دخلت كويس و بليت المواطنين، ما بليت الجيش انت على فكرة في الجزيرة، دخلت وبليت المواطنين واغتصبت ونهبت وسرقت اي حاجة، لكن جنجويت في الجزيرة تمرق بوين؟ تمرق بوين؟ الجيوش القاعدة دي تمرق بوين؟ تمرق بوين؟ الآن بدوا يحركون كويس. أنا قلت لك في رغبة حقيقية، في رغبة حقيقية يا إخواننا لاستعادة الجزيرة، في رغبة حقيقية وفي إصرار وفي تحرك، في تحرك في تحرك. ورجاء يا إخواننا الناس ما تنشر الفيديوهات بتاعت التحركات، ما تنشر فيديوهات التحركات يا إخواننا. أنت كده ضد الجيش، انت كده بتساعد الجنجويد، انت كده بتكشف لهم نوعية التسليح، انت كده بتكشف لهم عدد الاسلحة المتحركة، انت كده بتكشف لهم شغل الجيش يا اخواننا. ما في زول بيكشف جيشه على الاطلاق، ما في زول بيكشف جيشه يا اخواننا، ما في زول. انت قال لك انا ما لو غالبنا انا انزل لك المتحركات دي، والله العظيم ممكن اصورها لك كلها، انزل لك بينها تحركات والقائد اسمه منه. ما بيغلبنا، لكن احنا ما دايرين سبق صحافه ولا دايرين طلص ولا دايرين طلص زي ده يا اخواننا. الناس ما تنشر تحركات الجيش رجاء. شفت جيش ماشي ده بس خلي الشغل يكون كالتاني، ما تنشر. حسنا ناس عبد الرحمن الحمد لله فهموا، ناس عبد الرحمن ده فهموا، اقسم بالله ما قاعد اصور جيش ماشي جاي راجع بيحتفلوا معه، ما تصور. في متحركات كبيره جدا جدا متحركه على الجزيره، متحركات كبيرة جدا جدا متحركة على الجزيرة، بس ما تنشر يا اخواننا، خلوهم على كده عشان ما يخطوا احتياطاتهم يعني. مع انه والله مش لو خطوا احتياطاتهم لو عملوا شنو ذاك؟ مبلولين مبلولين مبلولين. كويس؟ صوروا بعد القصة تنتهي. القشم جاي راجع افرح معاه. لكن يا اخي تكشف دفاعاتك او تكشف نوع تسليحك وعدد قوتك ونوعية الوحدات الماشية، حركات كبيرة جدا يا اخواننا. شايف اللايف ده وقع، الناس تشير، الناس تشير، اللايف وقع، اي زول يشير يا اخواننا، لايك وشير ومنسقات. بقينا عشان نفتح لايف والله العظيم بنتعب تعب شديد جدا جدا، كله بسبب الاسم شنو؟ كله بسبب البلاغات الكيدية يا اخوان. اللايف بدأ يقطع، لايك وشير وملصقات، لايك شير ملصقات يا اخوانا. اليمن طبعا بواقع الميليشيا صرفوا لهم
أودهم خط واضح يسوقوا فيه، خط الإمدادات، وبيكذبوا سبحان الله. يقول لك نحن جايين على على الإذاعة، ونحن جايين على وين؟ وين يا زلمة؟ إذاعة شنو أنت جاي على ينجويت يا هارب؟ بقال ظهر ريقو كاشف أو ريقو ناشف، قال لك أنا ما ممسوك. يا بقال أنت من والي الخرطوم، لأن احنا مسيطرين والفلول، ما الفلول بقيت تسوي انا ما ممسوك، وانا ما عارف معتقل. وانت يا بقال لو وصلوك فزل بيعتقلك؟ اكد يا بقال، انت لو شفت جيش ما فزل بيعتقلك، انت لو شفت جيش انت منتهي. عزك رجال جيش زعلان منك، بقول لا يمكن يا اخوانا زول سيس يجي يتكلم في مؤسسة عريقة زي ده، لا يمكن زول سيسي يتكلم على الرجال زي ده. كويس؟ فانت يا بقال اذا الجيش وصلك موضوعك منتهي، يعني ما تحلم ب انه يمسكوك وكده. مع ان انا ضد الكلام ده، ضد الكلام ده، لكن والله العظيم زعلت القش منك ده، والله الناس كلهم بفتش وينه بقال، والله الناس زهقانين منك اكتر من الجنجوي، اكتر من الجنجوي زهقانين. كويس؟ طيب الناس يا اخوانا نرجع للموضوع بتاع اللايف. يا اخوانا قلنا دي فلفله بتاعت مذبوح الايام دي، اسمه شنو؟ المشاطات بتاعنا الجنجويد، امثال المشاطه الربيعه. طبعا احمد الضي ذاك الحمد لله انه مسجون، يعني لانه كانت قبل الموضوع بتاع المخدرات، يعني الايام دي ارتحنا من نبيحه. كويس؟ لكن المشاطه الربيعه وضل كده، اضف الى ذلك جعفر فقس المائع، كويس، وبعض المطبلاتية، وذاك الوسخ المعفن الوهمي قبل اليوم النازل، يعني الجنجويد قبل اليوم، سبحان الله الجنجويد قبل اليوم انتهكوا عرضه، قبل اليوم اغتصبوا حبوبته، اغتصبوا خالته، اغتصبوا اخته، اغتصبوا النازل كلهم، في النهاية طلع بطبل لهم، يعني مع انه هو بيقول لك الكلب بريد خناقه، يعني الكلب بريد خناقه. فوهمي زي ده مدفوع الاجر الايام بشقارين، يقول لك في متحركات جايه، ما في حاجه اسمها متحرك جايه يا زول، ما عندك متحرك يجي وين؟ متحرك يجي وين؟ وبعدين تاني الفاشل دي قصه انك تجي وتتجمع زي قصه نياله ديك، ما في نياله دي سيطرة، ما كان عندها اراده انها تثبت فيها. كويس؟ لكن الان الفاشل شغله بيختلف، بابونوس شغله بيختلف، يعني بابونوس شغله بيختلف. كويس؟ ظاهر الباشا تبز يقول له يا بقى مستشار الجنجويد دلاها، يقول له يا اخي انت مدخلين عرباتكم داخل الجامع في الملازمين، قال لك لا تستضيفونا يا اخي مره اخرى اذا كان دي اسئلتكم. ما ده سؤال منطقي يا بغلي، انت سؤال منطقي، انت عربه قتاليه مدخله داخل المسجد لشنو؟ انا اوريك السبب يا اخوانا، السبب الايام دي الجيش بقى شغال يستهدف عرباتهم في ام درمان دي بالذات. هسه خفف الضغط على المهندسين شنو؟ والتسللات بتاعتهم الكبيره دي قلت ليه؟ قلت لانه الجيش بقى يستهدف العربات بتاعتهم، واستهداف دقيق جدا جدا. عشان كده نازل بيجوا يدخلوا جوا الجامع، بيجوا يدخلوا جوا البيوت، بيجوا كويس يدخلوا في هنا خوفا، يعني هروب، يعني عشان كده بيدخلوا العربات في الجامع. وده سؤال، وشفنا العربيه في الجامع، عربيه اخواننا مكتوب فيها وقاعدين فيها لوحتهم القذره دي، يعني وفيها وساختهم سراويلهم المجمله وعفنهم ده كله، قاعد جوا المسجد وبيغتصبوا جوا المسجد. زول بيسالوا سؤال منطقي، كويس، بيجي يجعجع ويقول لك ما تستضيفونا، ما انت زول كذاب، انت زول كذاب، انت كلامك اللي بتقوله في الميديا وكلام بيقولوا المشاطات ده، التقدم بتاع الجيش والانفتاح الارض ده عراكم يا زول، عراكم سراويل بيقاموا له قاعده بتاع الجنجوي جوا المسجد، تقعد تقول قال لا 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 والله احنا ما في كلام زي ده يا زلمه، ما في كلام زي ده. طيب بالنسبه للقرى يا اخواننا القربي سنار، انا شايف انه الجيش الحمد لله يتحرك واشتغل شغل كبير جدا جدا في نقطه قبل ما ذكرناها، انه يا اخواننا جزء من الناس العمل الخاص وصلوا لحد كبر الأربعين، والبيشي ما في، البيشي صيج، البيشي بقى اخته لا ترجل منه البيش، البيش اساسا ما راجله، وتاجر بتاع كريمات، قال قائد، قال تاجر بتاع كريمات، يعني قال قائد، قائد على شنو يا اخوان؟
نحن غايته ربنا ابتلانا جدي ودي ما خلوا شفتها سينس كده ما جابوا هسه كيك اللي مشت دي مشت راجل داق بنص وماشي يتفزر يا اخي في عسكري ويمشي زي ده يا اخي ما تتقي ربك قال عسكري قال وكمان البيشي ملكي ماشي زي المشاطه صيج ماله هسه صيج ماله ما كان ينتظر هذا عبارة عن إعلام ساكت يا زول والأيام الجاية بتشوف البل والله العظيم تشوف بل لما تقول ما داير يا كلجة. طيب أنا أكثر اثنين زعلان منهم في اللايفاتية التابعين لجنجويت كويس أقسم بالله العظيم أكثر اثنين زعلان منهم أحمد الضي ومزعب الضي أحمد الضي ومزعب الضي ديل كلاب ديل عواليك ديل بلدة وسخة يا اخي انت جسمك ده نبت كويس الجيش ده اكلك شربك عالجك وانت ساكن في شلاك بتتعالج على حساب الجيش قريت مدرسة على حساب الجيش يعني ما عندك قيرة على القوات المسلحة زول يا اخي انت كنت في شلاك عمرك ده كله قضيته من إشلاك لإشلاك 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 عندك أخوك ضابط بتاع جيش ده أحمد الضي زفارة ومصعب الضي زفارة كويس أبوك قبل ما يموت بأيام كان بيتعالج على حساب الجيش يا وهمي كويس أنت وأهلك وأخواتك والدنيا دي كلها كان على حساب نفقة الجيش بالله عليك الله تجي في النهاية طلعنا الجيش في ظهره طلعنا الجيش في ظهره أنا زي ما نزلت لك قلت لك يا أخي أبو أحمد الضيدة ذاته يسكوره في الجيش ما نظيف كان والله العظيم كان عنده مشكلة بتاعت سلاح ومشكلة بتاعت شنو الكلام ده أنا قلت لك قبل اليوم عنده مشكلة بتاعت سلاح وعنده شنو يعني هو أساسا ما نظيف عشان كده ما نظيف بيجيب ما نظيف جبت لنا بعاهات زي ديل جبت لنا بعاهات زي ديل وحتى الواحد ذاته يعني لما يكون ضد الجيش يا اخي انت ما تبالغ لا يمكن مؤسسة عمره 100 سنة تقعد تستهتر بها وتقلل منها وتفتح ده كله عشان شنو يعني انتمائك للقوالية عشان الفتاة اللي بدوك لها واكتر ناس تبليت وراح ليكم لا لميته في الثورة كويس ولا لميته في يعني الشعب كله بيكرهكم انت هسه قال لك الناس بيقول لكم قدام يا راكز زين اقسم بالله العظيم كلهم من تشاد ومن النيجر ومن وين ما في سودان اصيل كده ها واقف معاكم ولا في سودان اصيل كده طايقكم غير القحاحيد اصحاب المصالح الشخصيه بعدين اخواننا زول بياكل في الصحن وبول فوقه يا هم اولاد الضي زفاره ديل لعنة الله عليهم عشان كده غضب الله اصلا سقط احمد الضي فعلا يعني كلام اللي كان بيقوله هو انه كله كلام بتاع مقدرات كلام بتاع بنجو ساي كويس غير كده عندك السجمان مزعب طالع زي الكلب الوالده هو 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 يقعد يتكلم في مواضيع وبعيد من الواقع بعيد من الواقع يا اخي انا في ناس كده هسه بتتكلم عن تفاصيل المعركه دي انت زي المواطن بتجيب المعلومات دي من وين؟ سؤال انت زول مواطن بتجيب المعلومات دي من وين؟ مواطن بتجيب المعلومات دي من وين؟ خدت لك ورقه وقلم قدامك وتقول الجيش عمل كده والدعم دعم مش نازل جنجبيت اقدر اقسم بالله العظيم الفيلم كملت انا شفت لك فيديو في الصفحه الثانيه نازل قال يا اخي والله العظيم احنا اساسا الحرب دي ما عندنا فيها اي شيء لا ناقه لا جمل ايوه نعم انت بتقاتل من اجل اسره انت بتقاتل في جيش وشعب تنتصر كيف؟ بتقاتل في جيش الشعب تنتصر كيف انا ادعمك كيف اجيف معاك كيف اكون ضد المؤسسة العسكرية كيف انت بالذات اولاد الضي زفارة ديل يعني الجيش اللي عمله معاكم ما قصر معاكم يعني ده الجميل في النهاية ولا اسفا عليكم اقسم بالله العظيم الى مزبلة التاريخ عفن قرف وده قال لك قال احنا يا اخي عطاوة وحميدتي والعرب هسه عليك الله علاقة أحمد الضيب العرب شنو؟ علاقة مزعب الضيب العرب شنو؟ علاقتهم شنو أخوان نازل بالعرب؟ شايلين الموضوع من ناحية عنصرية من ناحية قبلية كويس؟ فارقوا دريهم والله العظيم نازل من زمان أنا كان شاك في منهم قواسات
وفعلا قواسات سجى معاه فنساقت. طيب اخوانا الناس قلنا ما عشان الله يفهم يقع الناس يشير ساعة كم السنة فضل لنا كتير. طيب عندنا حاجة اخوانا قلنا وبنقولها في كل لايف يا اخوانا، ما تستهتروا بالدعوات، ما تستهتروا بالدعوات في الشهر المبارك ده ضد الماليشيا دي. ادعو في مواطن السجود عند الافطار المهم يا اخوانا، الناس تدعي انه ربنا يدمر ما تبقى من الماليشيا. اقوى سلاح ممكن تساعد به الجيش ودعم ممكن تدعم الجيش انك تدعي كويس اثناء الافطار على الماليشيا دي، تدعي اثناء الافطار عليهم. الموضوع ده ما تستهتروا به، موضوع الدعاء ده على الاطلاق ما تستهتروا الموضوع بتاع الدعاء ده. بيقولوا جنجويد دل بالدعوات، دعوات اخطر من المسيرات، اخطر من الجغماني، اخطر من اي حاجه. الناس توحد الدعوات يا اخواننا انه ربنا ينتقم من الجنجويد دل، ينتهي منه ما تبقى منه كويس. ده حاجه ثابته يعني، جعلوها صدقه كده، جعلوها حاجه ورد ثابت كده انه ربنا ينتقم من الجنجويد دل يعني. دي ما تستهتر بها. عندنا رساله لوالي شمال كردفان، السيد الوالي عبد الخالق، انا كان الله نشكر يعني كل ما قمت به مقدرين. وزول زول كارب يا اخوانا، زول بيلبس الكاكي وكان بيتقدم العساكر يعني، ده موقف. لكن الان في تقصير الاحياء القربيه في شمال كردفان بتعاني من نقص في المويه، كل الاحياء القربيه دي بتعاني، كل العشر، الوحده، الجمهوريه، الصحوه، الرديف، حتى الرديف بي كلها يعني نازل بيعانوا من قطوعات الماء، بيعانوا من قطوعات الكهرباء، بيعانوا من الحتات دي كويس. ف عالجوا الموضوع ده يا اخواننا، عالجوا الموضوع ده، موضوع المويه ده بالذات في الربيض لابد من معالجته يعني، لابد من معالجته. الكلام ده قلناه مرارا وتكرارا يعني، تحيل قايد الربيض الايام دي مقفل شغل، مقفل الجيم يعني، ما مدي فرصه على الاطلاق. كذلك عندنا رسالة لسامي الطيب، جنجويد الآن في بعض القرى شغالين تحشيد يعني، والموضوع ده ما موضوع سهل. أرفع على السيطرة، حرك قواتك، أنا ما أعرف أنت ما تتحرك لشنو يعني، أنا ما أعرف أنت سائر على نفس النهج بتاع أحمد الطيب لشنو يعني. بعض مواطن تحت مسؤوليتك أنت، ما عليك إلا تحرك يعني. احسن تحصل البله، البله من يكون جماعي في كل المحاور في كل الاتجاهات، ده شغل البكسر شوكه الماليشيا اكثر ما هم منكسرين يعني. نازل مبلولين اقسم بالله العظيم والله، في فيديوهات في الكادر وكان شفتها تاني، تكره ما تقدر تاكل ذاتك. فيديوهات في مدرمان حول المهندسين دي والله لو شفتها ما تقدر تاكل ذاتك. فيديوهات يا اخي نازل ما تموت، شين 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 اعوذ بالله، يا هي ميتة بتشبه الجنجويت يعني، لعنة الله عليهم القتلة. ده كله حق الناس قدروا في رمضان ومبلوا في رمضان، ماتوا في رمضان، ماتوا في رمضان. طيب تبارك ايامك اخونا صالح الصالح. تصبح على خير اخونا بهاء. اخواننا لحد هنا ونقف عشان الزمن ذاته تأخر، لكن ان شاء الله بكرة تاني هنبدأ بدري بإذن الله. لحد هنا ونقف، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الناس ما تنسى شير
ولحد بكرة إن شاء الله نجي ونرجع نشوف نراجع الأحياء، يعني نرد على بعض الأسئلة بالنسبة للناس الدار ترجع، يعني الدار ترجع أي حتة بترد عليك إن شاء الله. ده قال صالحة. صالحة للأسف الجنجاوي ده اغتالوا إمام مسجد واغتالوا أستاذ معروف، يعني اغتالوا الجنجاوي قدرا، يعني ربنا ينتقم منهم إن شاء الله. أصلا دمروا البلد، قبلوا حتى على العلماء إنه جنجويتي تمسك تحسب في بيته 1,000,000 نفر، ما بتطلع زول بيعرف يكتب ولا بيعرف يقرا. عشان كده حاقدين على الناس المتعلمين شديد، لعنة الله عليهم. يعني طيب لحد هنا يا اخواننا نقف، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.